بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد، فأرحب في هذه الدقائق المعدودات بأخي الحبيب القريب أستاذ عمرو عبد العزيز. وفي هذا اللقاء السريع إن شاء الله تبارك وتعالى أحاول أن أتعرف معكم على بعض مشاريع الأخ عمرو العلمية إن شاء الله تبارك وتعالى. ممكن يكون لنا أكثر من لقاء، ويعني إن شاء الله تبارك وتعالى أتمنى أن الأستاذ عمرو يعرض مشروعه العلمي يعني عرضا سريعا، جزاه الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. في مشاريع كانت قديمة وحدثتها، مشاريع اللي كنت شغال فيها، وكان جزء أصيل عندي في إن أنا أعمل لها تحديث، هو التحديث اللغوي والتحديث الفكري. في حاجات غيرتها، في حاجات حسيت إن هي محتاجة تكون أعمق أو بصورة أخرى، فكل ده غيرته. فكان السنة الماضية ويمكن الحاجات دي لسه مستمرة، في خط كان تحديث الكتب القديمة زي كتاب وطن الراشدين، ده الحمد لله انتهيت منه وحدثته. أظن أن وطن الراشدين الطبعة القديمة تختلف عن الإصدار الجديد اللي أنت أصدرته، أو يعني في تجديدات بحيث إن نقدر نقول كتاب تاني، ممكن نقول كده ولا صح؟ كتاب تاني من الناحية اللغوية، من ناحية البناء بتاع الكتاب اختلف، إنما من ناحية المعاني أظن المعاني ما اختلفش كتير. حتى الحاجات اللي شلتها أكترها مش تراجع، أكتر ما هو يعني أنا كنت عايز أخصص أرجع الكتاب للصورة الأصلية اللي أنا كنت عايز عليه. هو الكتاب كان الصورة اللي أنا عايز عليه كتاب بيتحدث عن النظرية الإسلامية للتنظيم الداخلي للدولة، وإزاي إن هي نظرية متفوقة مقارنة بالحاجات المعاصرة. فكان أصلا الفكرة الأساسية بتاعته فكرة النظرية السياسية، لكن كان حصل يعني إن الكتاب توسعت في حاجات فيه، فنقلتها تبقى مقالات خارج الموضوع. أنا بس هستأذن حضرتك في دقيقة ليس أكثر، إن احنا نعرض مادة الكتاب، فكرة الكتاب. بالصورة الجديدة، الفكرة بتاعة الكتاب اللي هي كانت الصورة الأصلية اللي أنا كنت عايزها، إنه بيتعرض للنظرية الإسلامية لتنظيم الدولة، الدولة تكون منظمة إزاي ومقارنة بالديمقراطية، وأفكار المجتمع السياسي تكون عاملة إزاي، الأسس القائمة عليها، وما وصلته بحاجات معاصرة زي مثلا الوطن، مفهوم الوطن والوطنية، مفهوم القومية، حاجات كتير يعني، بس كلها في نفس الوقت محافظ على إنه يكون كتاب موجز جدا بالصورة الجديدة ليه، يكون موجز جدا، وموضوعات تكون متصلة ببعضها وبتدور حوالين حاجة واحدة. طبعا بس انا عاوز انبه ان انا الحمد لله انا قارئ لمعظم اعمال الدكتور عمرو، ربنا يحفظه ويبارك فيه. لكن خلينا نخش على مشروع تاني، ومشروع مهم، وهو يعني بعد نقدر نقول هو نبتة مشروع او مقدمة مشروع، هو الكلام في الاشعرية الجديدة، خاصة احنا نقدر نقول ان في حاجة اسمها اشعرية معاصرة، وده تيار مخالف تماما لما كان عليه الاشاعرة القدامى، وكذلك نقدر نقول في صوفية معاصرة كاللقب اللي بيطلق على السلفية المعاصرة وما إلى ذلك. لكن احنا عايزين في دقيقة كذلك نتكلم بصورة مقتضبة عن كتاب الأشعرية الجديدة، جزاك الله. كتاب الأشعرية الجديدة بصورة سريعة جدا، هو بيعرض مرحلة جديدة، المرحلة المتأخرة من مراحل الأشعرية اللي كانت شغالة بقالها حوالي قرن من زمان على الأقل. إن الحلف ما بين الأشعرية وناس معينة، الأحلاف اختلفت، الخصومات اختلفت، أصبح العدو بدل ما كان المعتزلة أو الشيعة، أصبح العدو بصورة واضحة هو الإمام تيمية. حاجات كتير، ومدرسة الإمام بنتكلم على أهل السنة بشكل عام، ومدرسة الحديث على أهل السنة بشكل عام، وكل من يرفض الفلسفة فيها غلو. الأشعرية الجديدة فيها غلو في تعظيم الفلاسفة والفلسفة اليونانية. بدون قطع كلامك، أنا عاوز يعني كأن يعني من عصر ابن تيمية إلى الآن استقواء الأشاعرة بالسلطة يعني موجود باستمرار، لكن احنا مش شايفين ان كان في المراحل دي كلها استقواء للسلف، بل ما كانش اصلا في تواجد ضاغط او مؤسسي للسلفيه بالمعنى المعروف، لكن كان التواجد الضاغط للاشاعره والصوفيه منذ ابن تيميه الى اليوم، حتى محنه ابن تيميه كانت بسببهم وما بعد ابن تيميه الى اليوم. يعني ده اختلف يعني دلوقتي.
انا لا انا عايز اقول ان الامر لا زال قائم، ان كذلك الدوله هي مع والمؤسسات مع الاشعريه والصوفيه، ولا زال الضغط قائم على تيار اهل السنه. فتفسيرك ايه للنقطه دي؟ هو يمكن انا كنت لسه اول امبارح منزل فيديو بتكلم فيه عن مسائل تاريخ الاشعريه، وحتى لما تحدثت على ان صلاح الدين ايوبي رحمه الله جاء واستعمل الصوره المؤسسيه، مش لازم هو قفل الازهر، مش قفل الازهر، القصه مش مساله ان هو قفل الازهر، انما استعمل فكره مأسسة المؤسسه دي، المجتمع الديني لا يصبح مجتمع، لا يصبح مجتمعا على الصوره اللي كانت سائده قبل كده في بغداد مثلا او في العالم الحاضر العالم الاسلامي في الوقت ده، لا هو كان عايز يعملها على الصوره المؤسسيه اللي كان عملتها الدوله الفاطميه مع الازهر، ان يكون الدوله الدين مش مجتمع علمي منفصل عن الدوله، لا الدين يكون مؤسسه دينيه تابعه للدوله، وده اللي عمله صلاح الدين ايوبي. صحيح هو كان السلاجقه هم ونظام النظام هو اللي عمل الحاجات ديت كلها قبل صلاح الدين ايوبي، لكن اصبحت اصيله واستمرت في بعد اللي عمله صلاح الدين الايوبي، اللي هو خد فكره ان الدين يكون مؤسسه جزء من الدوله ينشر مذهب واحد يكون داعم ليه بصوره رئيسيه. عشان كده الدوله الايوبيه كانت طبعا داعمه للمذهب الاشعري الشافعي على حساب المذاهب الاخرى، لغايه لما الدوله المملوكيه جت وجابت الاربع مذاهب ورجعتهم. كان عايز مش مجرد عقيده بس، لا هو كان شايف ان الامر لا يحتمل ابدا ان انا اسيب الدوله لفوضى المجتمع العلمي. أنا دلوقتي دولة مهددة من الصليبيين ومن الشيعة إن هم يرجعوا تاني، فأنا مش هعمل الفوضى بتاعة المجتمع العلمي اللي هي كانت هي دي الصورة الأصيلة للإسلام، لا أنا مش عندي ما عنديش وقت للكلام ده، أنا آخد الصورة المؤسسية اللي كان الأزهر الفاطميين عاملينها مع الأزهر، إن يبقى الدين مش مجتمع علمي، إنما الدين مؤسسة دينية مش بعيدة عن الدولة، بل هي جزء أصيل من الدولة، وده اللي عمله صلاح الدين الأيوبي إلى هذا اليوم. فهو المسألة إن الأشعرية جزء طبعا بعد المملوكية ما فكوا الارتباط ما بين الدولة والشافعية، غير دول تانية ظل الارتباط بين الأحناف مثلا والدولة. هنا في مصر في تسامح مذهبي ما بين الأربع مذاهب بسبب المسألة دي، بسبب إن المماليك رسخوا فكرة إن الدولة صاحبة مذاهب أربعة، وإنها ما تاخدش مذهب. لكن لو إحنا كنا استمرينا على نفس الفكر بتاع صلاح الدين أيوبي كان زماننا زي المغرب العربي مثلا، اللي الدولة كلها مالكية وبتعتبر اي حد او تركيا اللي الدوله كلها احناف وشايفين اي حد اخر خارج المعتقد. هو بس المقصود ان الخلاف المذهبي الفقهي في الغالب يعني امره سهل، والخلافات دي ما بتبقاش طاحنه ولا حاجه، هي المشكله كلها في الخلاف المذهبي العقدي. الخلاف في المذهب العقدي هو اللي بيعمل التطاحن المعروف. احنا هنكمل بس عرض فكره الاشعريه الجديده بحيث نخش على كتاب تاني ان شاء الله. والله انا عندي خلاف بس شويه في مساله الخلاف المذهبي الفقهي، لان لا يعني عندنا في تاريخ الاسلام حصلت خلافات مذهب، بل الحوادث الكثيره اللي كانت فيها تضارب وضرب وكذا وكذا وحاجات، طبعا حوادث معروفه ما بين المذاهب الاربعه في هذا الامر، ومساله البسمله ما بين الشافعيه وغيرهم مثلا. صحيح ماشي، بس مساله مثلا البسمله ما هي حاجه فقهيه مش ما فيهاش عقديه، ومع ذلك حصل تضارب شديد ما بين الشافعيه وغيرهم، لان المساله اصبحت انا بعمل ايجاب فانا هبطل الصلاه بتاعتك، المفروض كده خرجنا عن المله. فالمساله دلوقتي خطيره، يعني حتى الخلافات الفقهيه قد ينبني عليها خلافات خطيره، لكنها ظلت في يعني حتى الخلافات الفقهيه ما بتدور كل انواع الخلافات سيئه، لكن بتدور في مربع معين، انما الخلافات العقديه بدون قطع الكلام، لكن ما لم تتدخل الدوله النصرة مذهب على مذهب اظن الامر في طريق السلامه، مفيش مشكله. الدولة قد في الوقت ده ماشي مش هتنصر مذهب على مذهب، لكنها هتضطر تتدخل لفض الاشتباكات زي ما حصل في بغداد، والاشتباكات مش مشكلة، لا الاشتباكات ممكن تبقى صعبة جدا لو الدولة ضعيفة. يعني احنا الوقت انت ترجح ان الدولة تنصر مذهب معين و لا وان الحراك العلمي يكون تحت ظل الدولة لو الدولة قوية، اللي انا مش برجحه كده، لو الدولة قوية تسمح بان يبقى عندها زي الفكره اللي عملها صلاح الدين ايوبي، اقدر اسمح بمجتمع علمي، انما لو الدوله ضعيفه وفي مثلا زي ان عندي الدوله ممكن تسقط في اي لحظه وكذا وكذا، نفس الفكره اللي كان علماء المسلمين لما تحدثوا عن مساله ليه ممكن امام جائر واتحمله، قالوا ان الفكره بتاعت علماء المسلمين دي هي بالمناسبه هي الفكره النظريه السياسيه العالميه كلها بتتكلم فيها، النظريات السياسيه الدوليه الفكره الواقعيه والعقليه، الفكره الواقعيه ان انا دلوقتي انا دوله لو واحد جائر مسكني عندي القدرة أشيله هشيله،
طب لو ما عنديش القدره ان انا اشيل هذا الحاكم الجائر اللي فيه تحكيم شريعه لكن حاكم جائر وظالم، يبقى انا اقدم ان الدوله دي تبقى متماسكه لان ما فيش القدره، فالدوله تبقى متماسكه، لان انهيار الدوله معناه تدخل عدوان خارجي، وده الفكره اللي كان عملها صلاح الدين. فانا بتكلم على ان بعض الناس تنظر لنظريه الفقهاء لانها نظريه دروشه ونظريه ساذجه. لا ابدا، هي النظريه اللي بيتكلم فيها علماء السياسه اصلا يعني، ومساله التماسك المجتمعي. السيده في السياسه الشرعيه خلال هي من السياسه الشرعيه في الحقيقه هي جزء من الكلام السياسي. ما فيش حاجه الشريعه تحدثت عنها او علماء الاسلام تحدثوا عنها الا علماء السياسه كلهم متكلمين عنها، والمدرسه الواقعيه بعيده صحيح شويه في عديد من الامور عن المدرسه الاسلاميه، لكنها بتتفق معها في حاجات. يعني مثلا هتلاقي ان في الحاجات السياسيه المعروف جدا ان مساله الحفاظ على التماسك المجتمعي دي حاجة ثابتة، الحفاظ على التماسك المجتمعي والحفاظ على تماسك الدولة وتماسك، ما هو كل ده اللي اتكلم عنه الفقهاء لما قالوا ان احنا ما نطلعش على حد عشان الحفاظ على تماسك الدولة والتماسك المجتمعي. الدولة والدماء والتماسك المجتمعي ودفع العدوان. بالظبط. اذا فاحنا بنتكلم هنا على حاجة ما اخترعوش ولا جابوا عشان هم درقوا ابدا، هي دي النظرية اللي موجودة دلوقتي والسائدة واللي كل الناس تدرسها، ان احنا بنقدم التماسك المجتمعي وتماسك الدولة على ان احنا الدولة تنقسم ما بينها وبين احزاب او طيارات او اي حاجه، وفي عدوان خاصه في مرحله ان الدوله تكون ضعيفه. هو ده اللي بتكلم فيه، الدوله القويه تقدر تسمح بمجتمع علمي حر في اي نوع من انواع الخلافات، هيحصل تطاحن وهيحصل تطرفات وكل حاجه، بس دوله قويه تقدر تسيطر. بالظبط. انما لو دوله ضعيفه وفي عدوان خارجي وفي مذاهب كثيره وحاجات داخليه، انا ما اقدرش اعمل حاجه زي كده. نشوف الحاجه زي كده في الولايات المتحده الامريكيه، الدوله قويه فتقدر تسمح ان يبقى في ناس بتتطاحن لان الدوله نفسها قويه. انما لما تشوف حاجه زي كده ان تعدد احزاب، ومع ذلك تعدد احزاب مقيد برضو، انما تعال شوف حاجه زي مثلا تشوف زي ايطاليا او بعض الدول، حتى بلاش ايطاليا، الدول الصغرى اللي عندها احزاب كتيره جدا لكن الدوله نفسها ضعيفه، يحصل تشتت وتمزق للدوله والمجتمع كله يبدا التطاحن. فهي الفكره ان انا الدوله القويه مش هتنصر مذهب واحد، بالعكس الدولة الضعيفة هي كيانها ضعيف فهتضطر ان هي تحتاج مذهب واحد، وده اللي عمله صلاح الدين الايوبي، ان الدولة بتاعته ما كانتش قوية، الدولة بتاعته كانت ضعيفة، فمحتاجة ان هي مش تخلي في مذهب عقدي واحد بس وتفرضه على الناس كمذهب سنة، لا حتى مذهب فقه. مش عايزين نخوض في النظرية السياسية بكل ابعادها، فاحنا هنتكلم فقط عن الاشعرية الجديدة وعرض تاني موجز في دقيقة واحدة. الاشعرية الجديدة بدون مقاطعة، مش هقطعك الا لو ست عندي دقيقة، اتفضل. الأشعرية الجديدة ككتاب كان بيعرض السمات بتاعة مدرسة الدكتور سعيد فودة في التعامل مع الإمام ابن تيمية ومع أهل السنة بشكل عام، اللي هو عمال يقول الكرامية والمجسمة وكذا وكذا. سعيد فودة رأس من رؤوس الأشعرية المعاصرة. هو لما أنا كتبت الكتاب في 2016-2017 في الحدود دي كان رأس بارز جدا، لكن دلوقتي احنا أصبح المنهج بتاعه في مجموعة بقى عندنا كذا حد سعيد بل أسوأ منه، في بنتكلم على ناس تصرح بتكفير إمام تيمية، تصرح بكذا وأصبحوا رؤوس. فالفكرة إن اللي هو بيعمله ده أصبح دلوقتي منهج عند ناس، بل هو يعتبر أرقى من أوجه كثيرة من الناس دي. ليه أرقى؟ لأن الدكتور سعيد فودة لما جاي ينتقد الإمام تيمية حتى كان في تدليس وكذب وهجوم وكذا وكذا، وده كله أثبتناه في الكتاب وأثبتناه في الفيديوهات، لكن كان بيعمل مؤلفات وكان بيساند على رصيد بيعمله. الرصيد العلمي ده مهما أنت تقول متهافت مش بس عنده رصيد، إنما احنا دلوقتي بنتكلم على مجموعة من الرؤوس الرصيد بتاعهم هو منشورات فيسبوك او مجموعه حلقات عملها مش عارف ايه، وبيهددوا وبيعملوا حاجات، وهو كلهم ما فيش مؤلفات. في النهاية نقدر نقول حتى لو في مؤلفات، غير ان المنهج العلمي وبناء منهج، ما فيش منهج علم اصلا، هو خطاب شعبوي ساذج متطرف بيحاول ان هو يعني غير متماسك متناقض زي ما انت تفضلت في الكتاب، جزاك الله خيرا. احنا هنضطر ننقل نقله سريعه على الداروينيه المتاسلمه، نقدر ننقل نقله سريعه على الداروينيه المتاسلمه ونظريه داروين من النظريات اللي صار فيها التطاحن في المرحله الاخيره، ويمكن يعني مش عاوز اتكلم عن اسماء معينه، لكن على كل حال انا شايف الكتاب، انا قراته ومن الكتب اللي انا استمتعت بها على صغر حجمه وعلى تركيزه، لكن انا اترك المجال الان لصاحب الكتاب ان هو يبين فكره الكتاب العام. الفكرة بتاعة الكتاب برضو اختلفت شوية بعد ما عملت النسخة الجديدة المحدثة من كتاب الداروينية المتأسلمة.
النسخة الجديدة بتكلم فيها على مش مجرد يعني عرض للأفكار، لا أنا جبت الفلسفة بتاعت العلوم نفسها، إن المشكلة بتاعت النموذج الدارويني مشكلته إيه مع الإسلام. الكتاب بتاع الدارويين المتأسلمة كله بيدور حوالين فكرة واحدة، وهي إن المنهج اللي بيعمله الناس اللي بيحاولوا يعملوا توفيق ما بين العلوم، ما بين الشريعة الإسلامية والعلوم البيولوجية أو العلوم الطبيعية، ان انا اخلي العلوم الاسلاميه دي مجرد انها تدي ختم موافقه على العلوم البيولوجيه، هذا المنهج فاسد، سواء من الناس اللي بيحاولوا يعني من مدرسه، من المدارس برضو اللي تقدر تدخل في هذا الخطاب، مدارس الهوس بالاعجاز العلمي. ولا اقول ان ما فيش حاجه اسمها اعجاز علمي، او كل اللي قالوا بالاعجاز العلمي ده الناس في جزء كبير في مشاكل كانوا بيتعجلوا جدا ان كل حاجه يحاولوا يجيبوها ونصرتها من الدين الاسلامي، وده خطا، لان في نظريات كثيره، نظريه من نظرياتهم ممكن بكره الصبح يبتعدوا. فاحنا لازم بالظبط، يعني الفكره اللي بيقوم عليها الكتاب هي فكره ان الهرم، ان احنا نعدل الهرم المقلوب، ان ما ينفعش يبقى العلم فوق والشريعه والوحي تحت، لا، المفروض الوحي هو اللي فوق، والعلم ما صدق الوحي منه قبلناه، وما لم يصدق رفضناه، واللي هو وفي ممكن حاجات تتوقف فيها، كان من الحاجات اللي انا بتكلم في الكتاب ان احنا نتوقف فيها من الناحيه الشرعيه وليس من الناحيه العلميه، مساله خلق الكائنات ما عدا الانسان. انا يمكن الطرح ده انا مش عارف، ما قراتوش عند حد قبل الكتاب ده، والله اعلم هل حد طرح ولا لا، ان انا بقول ان مساله تطور الحيوانات مساله ممكنه شرعا، لان ليس عندنا فيها نص ثابت واضح، انما مساله تطور الانسان مساله محاله شرعا. فلو احنا هنرفض محاله نصا، فاحنا لما نيجي نقول ان مساله تطور الحيوانات انا رافضها بالمناسبه، لكن بقول انها الرفض عندي رفض علمي، تمام، الوحي في هذا الامر لم يقل شيئا. فاحنا لما نيجي نتحدث عن الرفض هنا هيكون رفض علمي، ونتوقف منها من الناحيه الشرعيه. انما الخطاب الاسلامي انا بعتبر ان حصل اشكالين فيه. الاشكال الاول ان هو أصر أن يأخذ المعركة كلها على بعضها ويأخذها كلها، وهي الحقيقة أن هو المعركة من ناحية تانية، معركة الدراوينة كانت دائما للإنسان، فإحنا برضو قعدنا نسبة ننشغل بنفي الموضوع ده في كل حاجة، والإنسان بقى جزء منها. الحقيقة أن المعركة لازم يكون فيها تركيز كبير على الإنسان تحديدا، ثم على حاجة تانية وهي المنهج نفسه، البارادايم او النموذج اللي اشتغل بيه الدراوينه، وده اللي انا ركزت يمكن في الطبعه الجديده، قبل الطبعات القديمه ما كانش فيها الموضوع ده، النسخه الجديده اللي انا عملتها جبت نموذج ان البارادايم او النموذج اللي شغال بيه الدارويني نموذج مشكل جدا في من كافه الاتجاهات، وعامل اشكالات للنظريه للنظريات العلميه نفسها. وطبعا يمكن هيطول جدا عرض حاجه زي كده، لكن الفكره العامه للكتاب ان يا جماعه الوحي يقدم على العلم، ولو تصادم العلم مع الوحي لازم نعرف ان ما فيش حاجه اسمها اصل كل العلماء اجمعوا، خاصه لما يبقاش فيه اجماع علمي. الاجماع ده اصلا عباره عن صوت ارهاب يرهبون به بالظبط، لارهاب الاخرين ان انت ما تتكلمش وبتاع. احنا مساله بالظبط، ودي حاجه برضو بترد على اللي يقول لك طب ما اللي يقول لك ما الارض مسطحه، ما انت بتيجي بالاجماع العلمي. لا، احنا بنقول هنا ان الاجماع العلمي المؤيد بالادله التجريبيه والمشاهده، واللي ما حدش يقدر يعمل، يعني عندي حاجه في الوحي انا هل كده دي حاجه ثابته؟ لا، في حاجات في الوحي ممكن تقبل التاويل، بس لما يكون انت تاكدت تماما ان الحاجه دي بتخالف الشريعه، فساعتها ممكن تمتد يد العلماء تشوف النص ده يمكن فهمناه على وجه خطا، وتشوف برضو حجم الاجماع اللي كان حواليه، لكن ما عندناش حاجه زي كده في الشريعه. أصلاً ده افتراض ما حصلش ومش هيحصل، لأن لا يوجد شيء مثبت ملموس علمياً خالف الدين ابدا، بل بيخالف النظريات دي وبيعمل اشكالات للنظريات دي بسرعه. بالعكس، هو ثبت على مر التاريخ ان كل نظريه كانت تخالف نص من نصوص القران والوحي، السنه الصحيحه والقران، هي يا اما خطا يا اما فهمت خطا، او فهم او النص فهم خطا. ودي نظريه ابن تيميه في درء التعارض. ايوه، بصفه عامه الاعتماد على الفطره والتجربه بصفه عامه. نعم، طبعا احنا ننتقل لكتاب مهم جدا، ودي من اهم الكتب من وجهه نظري، وهو كتاب في غايه الروعه، ويعني وانا اظن ان هذه المرحله انا اظن ان لا ينبغي
أن يخلو بيت من هذا الكتاب، وأن هذا الكتاب ينبغي أن ينتشر وأن يكون له وضع. وأنا أسأل الله أن يبارك في أخي عمرو وأن يجزيه خيرا على هذا الجهد. وكتاب دين المؤتفكات، كتاب دين المؤتفكات، الكتاب ده في غاية الأهمية جدا. أنا هسيب بقى 3 دقائق، مش دقيقتين أو دقيقة، 3 دقائق للأستاذ عمرو أن هو يبين الفكرة العامة لهذا الكتاب، لأن ده فعلا موضوع العصر، ودي فعلا الدنيا قايمة ونايمة وقاعدة تتكلم في هذا الأمر. فليتفضل، جزاه الله. كتاب دين المؤتفكات هو محاولة لرصد الظاهرة دي الموجودة في الوقت الحالي من عدة اتجاهات ومن عدة مداخل. عشان كده دين المؤتفكات، واتكلم على ظهور قضية الشذوذ الجنسي ومحاولة التطبيع معها. صحيح. عايزين بس احنا نتكلم بصراحة شوية، بحيث قضية اللوطية. اللوطية، هنبقى نقول اللوطية، قضية اللواط واللوطية ومحاولة التطبيع ومحاولة فرض النظام العالمي لهذا حتى على البيئات المسلمة. حتى على مستوى المصطلحات، على مستوى الكلمات، والكلام ده مش البيئات المسلمه فقط. احنا بنتكلم ان النظام العالمي او الدول الغربيه، بلاش النظام العالمي ده، الدول الغربيه دلوقتي بتحاول تفرض حتى ادوات التعريف تكون لها صوره محدده. ادوات التعريف يعني بيتدخلوا في اخص خصائص اللغه الثابته على مدار الاف السنين، بيحاولوا يغيروها بصوره جديده وفلسفه جديده تماما. فاللي يتدخل على المستوى اللغه ويغيرها لازم تعرفوا ان مساله العقول بالنسبه له ده مش واحد مجرد بس بيعتمد على الصوره، لا، ده واحد عايز يدخل لدرجه ان حتى اللغه اللي بتستعملها يقول لك لغه محايده جندريا او لغه ما تاذيش اللوطيين. فاحنا بنتكلم على ديانه كامله، مش مجرد المؤتفكات القديمه اللي هي قرى قوم لوط. حضرتك على السؤال يا استاذ عمرو، ان احنا بنشوف خطاب الشرع، يعني انت حضرتك على السؤال، انا بشوف خطاب الشرع، خطاب الشرع صرح بمسألة اللواط وبيجرم هذا ويجابههم بمثل هذا، لا يتلطف معهم أصلا. خطاب الشرع لم يكن متلطفا لا في الخطاب ولا في الحوار ولا حتى في العقوبة، العقوبة كانت عنيفة جدا جدا، دليل على جرم هذا الأمر، وينبغي أن احنا لا نخجل من هذا. مش ده اللي حضرتك وصوله؟ تفضل. المسلمين بالذات بالنسبة للعالم الغربي حاليا عندهم في مشكلة كبيرة جدا، المسلمين تحديدا مشكلة كبيرة جدا العالم الإسلامي، لأنه لا يوجد دين على الإطلاق في كافة تاريخ البشرية عنده عقاب للوطيين يشبه الدين الإسلامي. هو أشد من اليهودية وأشد من أي حاجة، العقاب بتاع اللوطيين في الدين الإسلامي هو الأشد. ومنع هات تعالى تعالى من الصبح بندور عليه. هو منع ال بتاع ده، الحاجات اللي بتسبب هذا الأمر زي الخناسة زي الترجل، مجرد الحاجات اللي ممكن تسبب ظهور هذه الظاهرة الدين الإسلامي يجاهبها بقوة شديدة. ولا يوجد دين ولا يوجد دولة ولا ثقافة تشابه الإسلام في هذا الأمر. فهو الغرب بالنسبة له لابد أن يكون في حرب من نوعين، في حرب ثقافية، ودي قايم على الدول اللي هي ملهاش جذور دينية أو في تحريم هذا الأمر، منها الدول الأفريقية ومنها الصين مثلا او الدول دي اللي ما عندهاش، هي المساله عندها ليها علاقه بالثقافه اكتر ما لها علاقه بالدين نفس تحريم الدين. انما الاسلام والدول العربيه لها عندها عائق كبير ثقافي وديني، لان الثقافه في هذا الامر ممتده من الدين، وهي من الحالات المش كثيره في العالم العربي، والدور الدين في تشكيل الثقافة عالي جدا فيها. يعني ممكن تلاقي ثقافة في مسألة الملبس، الثقافة في أعراف الزواج أو كده تختلف من الثقافة أو الأعراف تختلف من دولة أخرى. في المغرب العربي تلاقيها مختلفة الأعراف الزواج عن هنا، تلاقي حتى بعض أنواع العقوبات، تلاقي في أعراف الصعيد ممكن أعراف المعجلة وتعجيل العقوبة وعدم انتظار الحكم يختلف عن الوجه بحري. لكن من الحاجات التي يتفق فيها العالم الإسلامي ونابعة من الدين بصورة واضحة مسألة عقوبة اللواط والتعامل مع التخنص والترجل بصورة فيها مجابهة شديدة. فبالتالي أنا عندي الإسلام والعالم العربي والإسلامي ده لازم يجابه ثقافيا ودينيا بصورة، لأن هو أصبح العائق الوحيد أمام نشر دين المؤتفكات بدون أي عائق في العالم. فلازم المسلمين يكونوا عندهم، ستظل البيئات الإسلامية والبلاد الإسلامية والمسلمون عائق ضخم أمام، فلا بد من التطبيع أو فرض التطبيع. مش هتظل، هو حاليا هي مش عائق، هي حاليا العائق الوحيد الباقي. خلينا نقول ان المجتمعات بتختلف عن الانظمه القائمه، المجتمعات نفسها ترفض هذا وهي تجابه هذا بفطرتها وترفضه رفضا شديدا الى الان. الى الان. صح.
لان الواضح من الاجيال الجديده اللي منشاه بصوره شبه كامله على مواقع التواصل من اللي احنا شايفينه ان يعني بيغضبهم جدا لو انت قلت كلمه شاذ حتى، وكلمه شاذ مش كلمه اسلاميه ولا ودخيله على التراث العربي والاسلامي. مش نفس المدلول القوي لكلمه لوطي. لكلمه لوطي، الناس دلوقتي حتى بعض المشايخ او كثير من المشايخ يقول لك لا مش هقول الكلمه دي، بلاش اقول كلمه لوطي بتاع، مع انها هي الكلمه الوحيده المستخدمه في الخطاب التراث الاسلامي. ولعل ده نظريه شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله في قضيه الالفاظ المجمله، ان الاصل احنا نبتعد عن هذه الالفاظ ونركز على ما ورد في الكتاب والسنه، يعني كلمه مثلا وهو بيتكلم في ابواب الاعتقاد يقول ان الالفاظ المجمله تحمل، قد تحمل معنى خيرا وقد تحمل، يعني كلمه مثل مثلا ممكن تعمل معنى حسن ومعنى سيء، فلابد انك تستفصل ممن قاله، فان كان يعني يقصد المعنى الحسن قبلناه وكان يقصد المعنى الفاسد، لكن الالفاظ الشرعيه الفاظ كانها مفصله على المعنى الحقيقي المراد. الألفاظ الشرعية مفصلة جدا، فكلمة لوطي كلمة مهمة وخطيرة ولابد أنها تستخدم وتجابه بها هذه الحركة بهذه المصطلحات الشرعية الواردة الثابتة سواء في النسبة في الكتاب أو السنة أو حتى عبر القرون المتطولة. كلمة لوطي وهي كلمة قبيحة جدا في النفوس وتنفر منها الفطر، وينبغي أن يركز في استخدام المصطلحات الشرعية. فأنا بضرب دايما مثل بالمصطلح عشان أوري أن إحنا إذا كان المصطلح مش قادرين نقنع الشباب ولا قادرين نقنع حتى المفروض بيوجهوا الشباب زي الشيوخ، اغلب الشيوخ مش قادرين نقنعهم ان المواجهه تبدا من الموضوع ده، في حين ان الناحيه الاخرى اتفرج لو جيت حاول تستخدم كلمه لوطي او شاش هيعمل فيك ايه، هم مجمعين تماما، عندهم اجنده واضحه، عندهم مصطلحات ثابته كلهم مجمعين عليها، كلهم حتى لو اختلفوا في تفاصيل الاجنده لكن في اسس عامه. للاسف الخطاب الاسلامي مش هتكلم على العوام، العوام دلوقتي احنا بنتكلمش على العوام اللي عندهم، ما بنتكلمش على العوام اللي عندهم 40 سنه او حتى 35 او الاصل، احنا لازم نعرف ان العوام اللي جايين واللي بيشغال عليهم الغرب دلوقتي هم العوام اللي عندهم 14 و15 سنه لغايه 25، دول شغال عليهم بصورة قوية جدا وفي نجاح كبير جدا جدا عليهم في خلال السنوات الماضية. الأجيال الجديدة أخطر وأخطر، الأجيال اللي عندها 25 سنة ممكن نتحدث معها لكن إحنا شايفين بعينينا، الأجيال اللي عندها 15 و16 سنة إزاي متعاطفين تماما مع هذا الأمر. كأنك عاوز تقول إن ينبغي على المتصدرين في الدعوة لله تبارك وتعالى أن يثبتوا الثوابت، تكلم كثيرا في الثوابت ويجابه الناس بها على المنابر وفي الدروس وفي المجتمعات الخاصة وعلى مواقع السوشيال ميديا، وإن كانت مواقع السوشيال ميديا أصلا عبارة عن جزء من النظام العالمي الذي يريد أن يطبع مثل هذه الأشياء. أنا أظن أن هروب فئة المتصدرين من هذه المصطلحات الشرعية هو من أكبر الأسباب اللي ممكن تدمر الأجيال الجاي. طيب وصلنا عشان العيشة حيقوم، الحقيقة أن ده في مشكلة، ان ماشي مواقع التواصل كذا، طب ايه اللي مخلي الشيوخ اللي عندهم فيديوهات وعندهم قنوات وعندهم كذا وكذا ومع ذلك لا يرتضوا لا توحيد الخطاب ولا يرتضوا استخدام المصطلحات دي؟ يبقى المشكله مش مشكله مواقع تواصل، مشكله ان الخطاب الشرعي وخطاب المتصدرين رافضين هم نفسهم ان هم يوحدوا الامر ويكون لهم اجنده واضحه. سبب الرفض ده من وجهه نظرك؟ سبب الرفض في حاجات داخل فيها حزبيه، في حاجات يقول لك انا مش عايز ابقى زي دول، انا مش عايز، انا ليا اجنده خاصه. التشرذم وانا عاوز صورتي تبقى تظهر بصوره معينه عشان الخطاب الدعوجي او الخطاب الدعوي ينتشر بصوره معينه وما صدش الناس، حتى لا اصد الناس عن الامر ده. يعني خلاص احنا المفروض ننهي اهو، بس هي دي الامر، ان انا بدعو الامور ان يا جماعه ما حدش يتحجج بمواقع التواصل، المشكله فينا احنا اللي رافضين نتوحد، احنا اللي رافضين، وفي ناس عندها كبر انها تستخدم مصطلحات. انا المصطلحات اللي انا جايبها في الكتاب او اللي حدثت فيها في الكتاب، انا كل اللي بقوله ما حدش يقرا كتاب عمرو عبد العزيز، ما حدش يجيب مصطلحات عمرو عبد العزيز، استخدموا مصطلحات علماء الامه، استخدموا خطاب علماء الامه على مدار 1300 سنه قبل ال100 سنه الاخيره اللي احنا شايفينها دلوقتي. خلينا نقول كما قال مالك وهو النظريه السلفيه المعهوده القويه المتينه، وما لم يكن يومئذ دينا حتى في المصطلحات فليس اليوم بدين. ده الاصل في المساله، لا يعني هي القضيه مش قضيه مؤلف متاخر. فانا شاكر جدا واثمن جهد اخي عمرو، اسال الله عز وجل ان يحفظه في هذا الكتاب وفي غيره، واسال الله عز وجل ان يوفقه في قادم الايام لمشاريع تخدم الفكره الاسلاميه اكثر وتخدم امته اكثر من ذلك. يعني نكتفي بهذا القدر، فيعني يبدو ان
بساط الوقت قد انسحب كما يقال من بين ايدينا ولم تحت اقدامنا، خليها من بين ايدينا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.